بإذن الله راح نستفيد جميعا وإياكم إن شاء الله في هذه الإذاعة. عبد الرحمن خلني أبدأ معك. تفضل. الإنصات برأيك أنت كذا في تعريف أو في بال عبد الرحمن وش هو الإنصات؟ الإنصات هو عبارة عن مثلا يعني أنت تتكلم الحين إنه ننصت لك. إنصات مو بس سمع، تركيز. سلام. السمع يعتبر إن السمع يعني أسمعك بس أناظر هناك، أسمعك وناظرك، هذا الإنصات. الإنصات هو يعني زي الاحترام، يعني مثلا فواز يتكلم، عبد العزيز يتكلم، أنصت لهم، ما أسمع. قال الله تعالى إذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن فأسمعوا استمعوا له، استمعوا له وأنصتوا لعلكم يعني لعلكم ترحمون. يا سلام، هذه يعني ذكرها الله تعالى بس. والله مثلا 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 عادي ترى تسرق لاي لانه اخذها من قبل ده. طيب عبد العزيز، عندك عبد العزيز وش الانصات بوجهه نظر عبد العزيز؟ الانصات انك تترك كل اللي قاعد تفكر فيه وتترك كل شيء وتركز في شيء واحد اللي هو الشخص اللي قاعد يتكلم قدامك. مثلا انك تتركز معه وتفهم وش قاعد يقول. اي شيء تتركه، يدك ما تلعب فيها، يعني ما تكون ماسك شيء تلعب فيه او شيء، يكون كل تركيزك مع الشخص اللي قاعد يتكلم. يعني مثل ما احنا جالسين نركز الان وعبد العزيز جالس يتكلم. أيه. هذا يعتبر انصات ولا أيه؟ استماع؟ لا انصات. طيب يا سلام عليك، عندك اضافه له زياده؟ لا. طيب فواز، الانصات هو اداب الانصات هي ان تستمع ولا تقاطع وما تكون ماسك شيء بيدك يعني، وتقعد تلهى عليه وتعلي الصوت. وان كان تبي تمسك شيء بيدك يكون ما فيه اي صوت اذا بتكلم شيء مهم، وما تطول فيه طبعا. هذا تعريف الانصات. مثلا طيب يعني نقول اللي نفهمه بشكل عام من الكلام اللي قلتوه كلكم ان الانصات هو يعتبر من الاستماع او من السماع، لكن انك تنصت بحيث انك تترك جميع الاشغال التي مثلا يقول اللي في يدك او شيء، وجميع الاشياء اللي انت تفكر فيها ايضا في عقلك تترك، خلاص تكون منصت. الله سبحانه وتعالى لما قال فاذا قرئ القران فاستمعوا له، ما هو بس استمعوا له، لا وانصتوا، معناه عميق هنا في الانصات، اني انا اترك كل شيء امامي، حتى مو بس اني اترك كل شيء امامي، لا اترك كل شيء ايضا في عقلي افكر فيه وفي قلبي كمان يشغلني، خلاص انا اكون منصت هنا. لان في الانصات احيانا او في الانصات دائما يكون انك انت تبحث عن نتيجه وتركز مع الكلام اللي يقال، تستخرج منها نتائج، تستخرج منها اجابات، تستخرج منها حاجات، مثل المدرس الان في المدرسه، صح ولا لا؟ صح. الان في المدرس اذا دخل عندكم في حصه من الحصص، اي حصه من الحصص كانت، ودخل الاستاذ ويشرح بسم الله الرحمن الرحيم نبدا اليوم معكم الدرس الفلاني، يتكلم عن موضوع مثلا نقول عن اركان الاسلام، اركان الاسلام تتكون من 5 اركان، الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله، والركن الثاني الصلاه، والركن الثالث الزكاه، والركن الرابع الصوم، والركن الخامس الحج لمن استطاع اليه سبيلا. انت الان خاصه الطلاب يعني الان هو اول مره يتلقى المعلومه، صح ولا لا؟ فلازم يكون عنده انصات بحيث انه ايش يعرف هذه أركان الإسلام ويعرفها بالترتيب ويعرف وش معنى كل ركن من هذه الأركان، بحيث أنه إيش استفاد الآن، أخذ الإجابة، أخذ له المعنى الموجود وعرف المغزى من الموجود الذي أو الموضوع الذي شرح. تمام؟ واضحة صح؟ واضحة جداً. جدا. طيب خلني أقول متى أعتبر يا عبد الرحمن ان الشخص اللي قدامي وانا اسولف انه ما هو منصت لي؟ اذا مثلا كان يعني منشغل بشيء، يقعد يناظر كذا ويقول إيه. مثلا انا الحين انت تتكلم انا قاعد اناظر هناك، انت تعتبرني منصت او لا؟ انت شوف كان نظريتك تعتبرني منصت او لا؟ لا انا اسالتك اي انا اقول يعني انا اشوف نظريتي ان يعني مثلا اذا كان احد يناظر مثلا اتجاه ثاني غيري انا اشوف انه مو منصت يستمع. واذا كان ما يستمع يعتبر انه يعني مشغول بشيء، يلعب بالجوال او الايباد بشكل عام من الالكترونيات او شيء. بس
يعني اعرف يعني نقول متى نعرف ان الرجل اللي امامي او الشخص اللي امامي ما هو منصت لي؟ لما يكون ما هو ملقي لك النظره بال يعني او نظره. انت تقول في النظره، اهم شيء انه يكون يطالع فيك. النظر والاستماع، يكون مركز. طيب وانت يا عبد العزيز متى تعرف ان الشخص اللي قدامك غير منصت لك؟ اذا كان مثلا مشغول شيء بيده، يعني زي مثلا اقعد انا امسك المايك كذا طول الوقت واسمع الخطوات، هذا يعني منصت بس مو بشكل كامل، يعني لاهي بشيء ثاني، فما يعتبر بيفهم المعلومه بشكل كلي. ومثلا يعني يسوي كذا ولا مو مركز او يناظر اماكن كذا ويتلفت. يقصدني صح؟ لا لا ايش دعوه. طيب زود سلم. اي يعني يقعد يتلفت ومو مركز ويعني ما راح يفهم المعلومه بشكل كويس. طيب وانت يا فواز؟ تعرف كيف الواحد ما ينصت لك؟ يعني مثلا قاعد هو على الجوال وانت تتكلم تقول له تسمعني يا فلان، يقول لك اه اوكي اوكي، سلك لك يعني، فهمت؟ هذا ويقعد على الجوال كذا طول الوقت يلعب، يعلي الصوت وكذا، هذا اللي ما ينصت لك ولا مهتم لك اصلا، يسلك لك يعني ما هو ملقي لك بالي، يسلك لك. طيب خلينا نقول خلاصه الموضوع هذا، ان متى اعرف الشخص اللي امامي ما هو منصت لي؟ في احد العلماء قال اذا لم يكن يعطيك جميع حواسه. حلو، حواسه، وش الحواس؟ حواس السبع صح ولا لا؟ يقول اذا ما اعطاك جميع حواسه، يعني اذا ما استمع لك، واذا ما اعطاك يعني ركز بعقله ونظره معاك، كل شيء كل شيء متوجه لك، كل شيء مستمع اليك، كل شيء منصت اليك بشكل ادق يعني، تمام؟ يعني ما تعرف ان الشخص اللي امامي منصت الي، منصت بشكل صحيح، منتبه لكلامي اللي انا اقوله، يعني متاكد انا تمام الثقه ان اللي قدامي اخذ الفائده من الكلام اللي انا قلته. هذا اذا كان الشخص اللي امامي منتبه لي بجميع حواسه، مثلكم الحين كلكم جالسين تطلعون فيني الا فواز بس جالس يطالع في المربعات البرتقاليه. لا مركز فواز، فهمتوا؟ فان تكون مركز بجميع حواسك، لان انا لما انصت شوف احيانا السماع معك والله. أنا لا لا انا اضرب لك مثل. انا اضرب لك مثل الان، سمعت صوت صح ولا لا؟ صوت الطاوله بس انا مو مركز، صوت الباب تقفل، صوت الـ 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 يعني اي صوت يصير في حياتنا بدون اراده انك انت تبغى تسمع، يعني انت جاي تبغى تسمع هذا او تنصت لهذا الشيء، هذا شيء عادي سمع، يعني انت ما لقيت له بال، فهمت؟ مجرد شيء وسمعته. لكن الانصات لما يكون انا ابغى اجي عند الشخص الفلاني او في موضوع فلاني جالس يطرح، فهمت؟ من اي شخص كان انا اجلس خلاص اكون منصت بكامل، بالكامل اكون منصت، جالس مثلا استمع انصت اليه، اشوف الكلام اللي هو يقوله ايش، استنتج منه النقاط الرئيسيه اللي انا ابغاها ومهمه موجوده، في الاخير ممكن اطلع بنتائج ايجابيه موجوده صح ولا لا؟ صح. السلام عليكم. طيب بسالكم سؤال وتقريبا سؤال سهل يعني، لكن خلينا نقول يا عبد الرحمن الخثران، هل الانصات يعتبر من الاحترام او نعم. لا؟ نعم. ليش يعتبر من الاحترام؟ لان مثلا يكون انت يعني حتى لو كان شخص صغير يتكلم تقدر تنصت له وتبتسم، هو يناظرك تحس انه فرحان، هذا يعتبر من الاحترام الصغير من الاحترام الكبير. طيب. هذا احترام صراحة، انا اعتبره احترام، هو صدق احترام. طيب يعني يعتبر آداب من الاحترام. إيه؟ هل الانصات يعتبر من الاحترام؟ عبد الرحمن الخثران يقول من الاحترام، توافقون الرأي؟ انا وافقه. توافق الرأي ليش؟ طيب اشرح لنا استاذ. يعني مثلا دخل عليك استاذ بيشرح لك درس وانت مو منصت له، فيعني شكلك بيكون يعني ما في احترام، اما لو تكون مركز ومنصت ومعطيك الحواس بيكون شكلك يعني صح. وكمان وكمان ان احيانا يعني الواحد لازم يرفع صوته عشان كمان يسمع الاستاذ يعني صح ولا يسمعون المشاهدين يسمعون. صح ولا صح؟ اجين هزت اقول يعني مثلا دخل عليك استاذ بيشرح لك درس او شيء،
في فرق بين ان شكلك يكون لاهي بقلم او بتفتره او شيء، بيكون شكلك يعني ما اقول انك قليل ادب، لا بيكون شكلك يعني كانه ما في احترام شوي، لكن لو تكون مركز معاه ومعطيه كل حواسك بيكون شكلك يعني شخص محترم. حتى تقبل الشخص لما انت تجي وتتكلم حلو، سواء مدرس سواء اعلامي سواء في اي مكان تتكلم، لما تجي تتكلم مع اشخاص موجودين قدامك واغلب الاشخاص اللي امامك حلو، او اني لما اتكلم مع شخص واحد حلو او شخصين او ثلاث، انا لما اجي واطالع زي كذا، لما اطالع فيكم الكل منصت لي، الكل جالس يستمع، الكل واضح، انا يتضح لي انا كمتكلم ان الرجل الامامي الان جالس ينصت وجالس يبغى ياخذ معلومه، يعني جاي هو يبغى يستفيد اصلا في الاول والاساس، وجاي بحواسه كامله جاي يستمع وينصت. فانا الان انا كمتحدث بيجبرني على احترامه اكثر من الشخص الثاني يحترمني انا كمتحدث، صح ولا لا؟ صح. يعني انا لما اشوف الشخص اللي امامي منصت لي ومحترمني ومحترم الكلام اللي جالس اقوله واللي جالس اوجه له انا كمشاعري وانا اتكلم، خلاص حبيت الشخص فلان، بس بدون ما اقول لك يعني خلاص في مشاعر تقدير، صح ولا لا؟ في مشاعر احترام، في مشاعر زي ما تقولون ان الرجل هذا اعطاني حقي في انه يستمع لي وينصت لي وانا اتكلم، صح ولا لا يا فواز؟ صح. يعني صح. هو يعتبر احترام ولا احترام؟ انه انا استاذ مثلا تقعد تنصت للواحد مثلا زي ما قال عبد العزيز في المدرسه، مثلا في بعض الطلاب يجون ينامون يسحبون على المدرس، صح، هذا مو ادب النصات. الانصات انك تقعد صاحي صح صح تناظر الاستاذ، ما تقعد تشرب لك عصير تاكل لك بعض اي شيء، تقعد تناظر لك الاستاذ ومركز عليه في الدقه على كل كلمه يقولها، تحفظ عشان تجاوب اي وقت، واذا جاء يقول لك يلا يا فلان جاوب، ما يكون شكلك بايخ كذا انت ما تعرف شيء. بس صدق قد صارت لكم الموقف هذا؟ قد صار لي. ها؟ قد صار لي. عطنا فواز. صار لي الموقف. وش الموقف؟ استاذ الدين كنت نايم بالحصة. سلام. وقال لي كذا يا نايم قم. يوم قمت قال لي يلا ايش الدرس؟ لخبط. الحمد لله خوي كان جنبي علمني وقمت قلت له. هذا انت الان نقول نجيت من العقوبه، صح ولا لا؟ لكن انك فقدت اللي هو ايش؟ الانصات. فقدت انت تنصت، تركت وانت تنصت، تركت تتعلم، تركت تستفيد معلومه، تستفيد درس جديد، تستفيد حاجه، مو شرط يعني نقول درس نخليها يعني نحصرها في موضوع المدرسه او في موضوع ذا، خلها في جميع مجالات الحياه. ممكن يا اخي رجل كبير في السن يعطيك معلومة حياتية. لكن نكمل موضوعنا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين والمستمعين عبر إذاعة يو اف ام، وفاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله. بمناسبة اليوم الوطني بيوت الزعفران عاملين خصومات بتوصل ل 50%، ومش بس كده، دول مقدمين 5 سيارات ليكزس 2024 وكالة وطناخة، مش محتاجين منك إلا إنك تزور الموقع وتسجل، وفالك التوفيق عطوا ليكزس. هاي 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 هاو هاو يو 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 يا بداياتنا يا بداياتنا ذكنت فخور يا بداياتنا دام دايرة تجدر
حياكم الله أعزائي المشاهدين عبر شاشة قناة بداية والمستمعين عبر إذاعة يو إف إم. حياكم مرة أخرى ونعود لكم بعد الفاصل نستكمل معكم موضوعنا لهذا اليوم واللي يتكلم عن الإنصات. ما شاء الله تبارك الله الشباب ما قصروا في قبل الفاصل، كل أدلى بما عنده من معرفة ومن إنصات، وأنصتنا إن شاء الله زين يا فواز، صح ولا لا؟ صح. عبد الرحمن سم. في ناس يقولون الإنصات هو الاستماع أو الإنصات هو السماع. لا، هو الإنصات هو مو بس الاستماع، هو بكل حواسك، بالسمع، بالتركيز، بالنظر، بكل شيء. كل حواسك تكون منصت، يعني لما ما تكون منصت تكون تسمع مي بواصلت لك المعلومة بسرعة. فيعني عشان كذا أحب أن أكون منصت عشان توصل لي المعلومة، وثاني شيء تكون المعلومة يعني مخك ما تروح. سلام. يعني مثلا انت خلاص تسمع تقول ايه خلاص، ثم ثلثين تقول ايه وش قلت انت، هذه ترى قد صارت معي. سلام. والحمد لله سهديت هذا الموضوع. سلام. طيب اخبر، قد صار لك موقف انا قد قلت لي عنه قبل امس تقريبا، انه قد صار لك موقف بسبب الانصات كذا، انك كنت في احد تكلم لك كذا وانت ما كنت منتبه له، وانحرجت وقتها، بس ما ادري ايش. عطنا الموضوع. انا كنت جالس ما كنت ادري، كان في واحد قاعد يتكلم لو كان استاذ يتكلم فجاه قال عبد الرحمن تشم استاذ، قال وش الموضوع حق الدرس؟ قلت استاذ شو اسمها، اي استاذ اليوم عندنا واجب، اعطيته يعني كي يستر عشان ما يعاقبني. قال الله عليك بسبب ايش؟ ما انصت. بسبب انك ما انصت، يعني لازم نحث ان الموضوع الانصات مهم مهم جداً. مهم جدا للصغير والكبير في حياتنا كامله. الوسط كمان نحط الوسط معه، يعني انا اعتبر وسط. لا اخوي الكبير. لا باقي صغير، باقي لا تكبروني. عادي انت اخوي الكبير يعني. لا تكبروني، خلوني صغير باقي. وصل كل الوسط. لا صغير. طيب بقول لكم شيء، او خلني ابدا من عندك يا فواز. في ممارسات يوميه سواء واضحة، في ممارسات يومية عندنا، وش الممارسات اليومية اللي فواز يستخدم فيها مهارة الإنصات؟ الصلاة أول شيء. يا سلام. وكمان في صلاة العصر والشيخ يجي يقول لنا من صحيح البخاري انصت له، وخطبة الجمعة. يا سلام. تنصت لها، هذا أصلا تعتبر تتعبد إذا قعدت تنصت. وخطبة الجمعة ما يصلح تتكلم مع الجنبك كذا. يا سلام. لازم بس تناظر الشيخ، مركز في الخطبة على كل كلمة يقولها عشان تعرف متى تقول امين وتدعي. شكرا لك، اخذنا منه ثنتين، انا ابغى يبقي مجال، ما شاء الله بيسترسل ما بيبقي لكم شيء. طيب عبد العزيز، عطنا مثل فواز ممارستين اللي او اللي طارف عندك موجود. مثلا يعني لو مثلا لو شغلنا القرآن في التلفزيون او طلع لي مقطع قرآن انصت له واركز معه، او انا اذا قرأت قرآن يعني، وصلاة المغرب والعشاء لانه يقرا الشيخ فيها فاكون منصت ومركز كل الصلوات يعني، واكون مركز ومنصت. يا سلام. هو الاكيد انه في الصلاة الشخص لازم يحضر بقلبه، يخشع. لازم أنت الواحد إنه لازم يستشعر المكان اللي هو واقف بينه وبينه. أنت واقف، سبحان الله، يعني ترى الإنسان كيف تحب إنك ترى وقوفك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وقوف ثابت وجميل. تكون وقوفك في الصلاة، وقوفك في الصلاة في الدنيا ترى هو نفس وقوفك أمام الله سبحانه وتعالى. فكلما كان وقوفك في 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 صلاتك وخشوعك وتدللك، يا أخي يقول لك الذل أو النزول الوحيد اللي يرفع الإنسان في الحياة الدنيا ويرفعه في الآخرة هو نزول لله سبحانه وتعالى. فلازم أن يعني جميع الصلوات بدون استثناء لازم أن نكون حاضرين، خاشعين،
منصتين للإمام وهو يقرأ. ما تلهينا يعني، الشيطان يحضر في كل الأوقات، لكن الإنسان يحرص على أنه يكون أول شيء يستشعر قيمة أنه واقف بين يد الله سبحانه وتعالى، ثاني شيء أن هذا سبب، أول سبب لدخولك الجنة أو دخولك. عبد الرحمن الصراحة أنا أحس عندك باب كبير راح تبحر فيه. ببحر فيكم مثل فريقنا. يا سلام يا سلام. أنا أشوف أن الأنصات يكون أفضل الصراحة، مثلاً لما تكون فصلك، يعني مثلاً أنت فصل الأزرق تكلم أنا بكون منصت، أنا شو أستفيد؟ أنا بكون لازم أكون منصت. إيه مثلاً. فعشان كذا وفي ثانية مثلاً إذا كنت تصلي ولا مثلاً في الجمعة تسمع الإمام يخطب، يعني لازم تكون حاضر بقلبك قبل لا تحضر بداء جسمك في البيت. في البيت مثلاً، في البيت مثلاً إذا كنت كانت أمي تعلمني درس ولا شيء عشان كان عندي حفظ، أنصت لها كل شيء فيني. السلام. أكون أسمع عشان إيش؟ أحفظ المعلومة بسرعة. السلام. لما مثلاً يكون علي واجب أو شيء أكتب بداء تعطيني المعلومة، خلاص أكتبها وخلاص. السلام. يعني عشان كذا. يعني في البيت الوحيد اللي تنصت له أمك بس. لا. ها؟ أبوي. أمي، أخوي، أختي. أنا أول إجابة هذه، أنا أول إجابة هذه. أنا أوصل الإجابة هذه. يا سلام. هذه يعني مثلاً حتى أبوي إذا جاء بيسمع لي القرآن يقول يعني يصحح لي الآية يقول لي إياها وأنصت له عشان أعرفها، أعرف كيف أنطقها. يا سلام. وأعرف كيف أقولها. أخوي. يا سلام. أصغر مني. إذا مثلاً تكلم عن شيء مثلاً عن لعبة، هو عشان حق لها ما أبداً ما يحب الدراسة، يبغى بس يلعب. شفت اللعبة الفلانية نزلوا سيارة جديدة، أنا يعني عارف إنه منازل من زمان شايفها، عشان ما يلعب ثاني يحسبني ما رجع عنها. أختي الصغيرة ما تتكلم كثير، هي يعني شوي عادي أسمعها، أسمع إيش تقول. ممكن حتى إنك ما تسمع يعني أحيانا ما تفهم كلام الصغار، صح؟ فهمت، لكنك لابد إنك تستمع له وتتكلم معاه بحيث إنك تحس إنه إنك جالس تفهم كلامه، هو صغير ما هو فاهم شيء أصلاً، صح ولا لا؟ صح. يسر. طيب خلني أسألكم سؤال. سم. أنا ببدأ معك يا عبد العزيز. تفضل. تعجبني ثقافتك أنت، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا قصور في أخوياك ما شاء الله كلكم مثقفين. عبد الرحمن أو عبد العزيز إيشي تحسبني بجيك؟ لا ما بجيك. طيب عزوز، الإنصات هل يؤثر على ثقافة الشخص في حياته ولا ما يؤثر؟ يعني يؤثر على ثقافة الشخص ومعرفة الشخص في الحياة ولا لا؟ أكيد. كيف يؤثر فيها؟ شوف أنا فهمت شيء، لكن إن شاء الله نفس إن شاء الله روح. يعني أنت قصدك إنه إذا أنصت بياخذ معلومات و... يا سلام. إيه أكيد طبعًا، يعني إذا أنصت خاص بيكون هو فاهم كل المعلومات إن شاء الله، والمعلومات وصلتها بشكل حلو كويس فاهمها، ويتثقف ثقف لين يطلع إن شاء الله عالم. إن شاء الله بإذن الله. يعني يسمع ممكن يكون لاهي كذا يقعد كذا أو مع الشرح. ما توصل المعلومة بشكل كويس، فما راح يكون يعني مثقف. يا سلام يا سلام. فواز، هلا. تشوف ان الشخص الغير منصت ممكن انه يكون شخص له معرفة وله ثقافة في حياته ولا؟ نعم. نعم. بعضهم مو كلهم. كيف؟ في بعضهم ما يسمعون لك ولا شيء، ما يطلبون العلم، يبون كذا يمشون يحسبون الدنيا خرابة. طيب هذا بيكون شخص مثقف؟ بيكون شخص لديه معرفة؟ لا. ومنهم بعضهم؟ بعضهم المثقفين ما شاء الله أحياناً كذا أحياناً كذا. يعني أنت ويفهمون يبحثون. أنت قصدك إنه يعني إيه؟ ما يركز في اللحظة نفسها، ممكن أخذ روس أقلام بعدين هو يروح يبحر فيها ويطلع الإجابات؟ وهو يسمع الكلام بدون إنصات ويدور الإجابات.
اقتنعتوا؟ أنا ما اقتنعت ما بعد اقتنعت. اقنع. أنا أشوف إنه يعني إذا كان المثقف ما يسمع ولا ينصت يعني بيكون الثقافة اللي عنده محدود. تكون يعني قليلة. هو جاوب. لا هي محدودة بس إنها بشكل عام محدودة. هو ما راح يكتسب ثقافة أصلاً. ما يعني تكون ثقافته شوية يمكن صح. بعض المرات بس استمع. وإذا كان المنصت ومستمع وذا يعني يكون ثقافته ما شاء الله عالية. يعني تكون كلنا إن شاء الله بنطلع عالمين يعني بس بيكون عالم محترف مثل عبد العزيز مثل فواز مثل الكستاذ مثل أنا طاف علي الزمن أنتم إن شاء الله. ما له ينديك 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 كل شيء كل شيء يندين عليه لحكين عليه. قلت أنا مصقرينك أستاذ ليش تكبر أمرك؟ سوك ما سوك سوك الأسطاني. طيب الله يعطيكم العافية. الله يعني نقول خلينا نقول يعني إن الإنصات في الحياة سواء أعزائي المستمعين أو الشباب هنا هو من أهم الأشياء اللي يكسبك المعرفة ويكسبك الثقافة عبر الزمن. سواء أن تنصت في البيت لوالدك إذا تكلم، لوالدتك إذا تكلمت، لأخوك الكبير، لأختك الكبيرة، لجاركم في الحارة، للمسجد مثل ما قال فواز إذا رحنا نصلي الجمعة نجلس، لأن أصلا هذا من يعني شيء من أساسيات أنك تحضر الجمعة، أنك تروح، أنك تكون منصت، لأنك إذا تكلمت ممكن تبطل جمعتك صح ولا لا؟ إذا تحدثت مع الشخص اللي بجنبك. هذه أمثلة في ال في ال في الحياة اليومية. كمان ايضا في المدرسه الشخص انا الشخص يتعب ابوك يتعبون عليك هم وامك اشتروا لك الملابس حقت المدرسه ويتعب عليك ويدبر لك المصروف ويجي ويقومك من الصباح وتقوم انت يعني يقول احيانا نشيط واحيانا متكاسل تضغط على نفسك وتروح للمدرسه وتحضر خلاص الحين انت فعلت الاسباب هذه كلها انت وصلت للمدرسه الحين نبغى نقطه المفصل وش الشيء اللي يمنعك انك ما تنصت؟ اذا ما كنت مركز او كان فيني النوم يعني كنت مثلا انا مسرح اسولف مع اخوي ولا نايم بكون يعني بيدخل الساق بيخلص درس بيقومني بيقول ها وش عرفت ولا بكون اسولف ما يعني بكون ما مهتم بكون يعني وش هذا الدرس ترى كله كذا وكذا خلاص خلصنا والدنيا سهلات حسبون الدنيا سهلات هذول لا فيها يعني هي لا انا اقصد عبد الرحمن وش الشيء اللي مثلا يخلينا او يعيقني عن ما تنصت ايوه عن الانصات في اشياء ممكن في الحياه تعيقني اني ما انصت مثل ايش؟ اذا ما كنت مركز حلو ما اذا ما كنت مهتم يعني سيئة يا لعم وبس هذا طيب. يعرف مثلا إذا كنت قاعد ألعب قلم أو دفتر هذه أكثر كلمة سمعتها أترك القلم أترك القلم طبعا مو لي يعني يعني تصير كلنا مسكنا الأقلام وتركنا الأقلام مثلا ألعب قلم دايخ أو قاعد أفكر بشيء أو بعض الأحيان يكون من شرح الأستاذ يعني ممكن يجيك الأستاذ شرحة تحس يعني ما في جذب للطالب ما في شيء يجذب للطالب يعني في فرق بين انه يجي يقول السلام عليكم يا طلاب يلا افتحوا كتاب صفحة 35 السلام عليكم يا طلاب يلا افتحوا كتاب صفحة 35 في فرق يعني النقطة هذه ما هي بس للمعلم يعني انت قصدك لأي شخص بيجي يتكلم معاك كيف انه يستثير عندك الانصات كيف انه يخليك تنصت انت من نفسك تنصت بدون ما تقول يلا انا بنصت لا من نفسك يا سلام إيه أما يجي يعني يكون ما في أي جد أنت ما تقدر تنصت أصلاً حتى لو تبي ما يمديك يا سلام يا سلام شيخ فواز إذا الأستاذ كويس معي بنصت له مو كويس معي بنصت له يعني أنا ماني كويس لا أنا كويس لكن إذا هو أستاذ يعني يبي يشرح زين يعني أنا ماني كويس أنت نصت لك طبعاً حبيبي يا فواز تسلم نصت لك جميعاً لا والله أني أحب أمزح مع فواز يعني تعرفون أنت عشان فواز يعني فالمدرسة أستاذك يعني مثلاً يطلعك من 1 لـ80 والله ما نصت له أنا والله أستاذ اللغة حقنا شفته
ايه تدري من بداية الى الان تدري وصلنا صفحة كم؟ وصلنا صفحة 80 في لغتي. يا انه شاد علينا يعني هو حرص عليكم انكم تتعلمون. حرص علينا بس هذا الحرص مو عاجبني. ايش هو ممكن يبي يخلص معكم المنهج ويرجع ثم يفرغ لكم ويراجع لكم ويرجع لكم لا بدنية جيبني التخصص والله يقول لنا لا يراجع لكم المنهج على خفيف وبساطة يعني بحيث انه ممكن هو عنده فكرة لان كل مدرس له طريقته في التدريس يعني انا خلني اوضح لك الحين انا الحين عندي فصل هنا قول انتم مشرفين حلو المشرف عبد الرحمن المشرف فواز المشرف عبد العزيز المشرف علي عندنا احد الفصول فصل الازرق اليوم عندنا اليوم حصه الرياضيات مع الاستاذ فواز بكره حصه الدين مع الاستاذ عبد العزيز بكره حصه البدنيه مع الاستاذ عبد الرحمن بكره حصه العلوم مع الاستاذ علي هل طريقه شرح المادة أو طريقة خلينا نقول شرح المادة أو الأستاذ طريقة نقلة للمعلومة للطالب تكون كلنا نفس الأسلوب هل بيكون كلنا نفس الشرح كلنا نفس نفس كيف توصيل المعلومة ولا راح نختلف نختلف لأن كل واحد أكيد. مادة غير صح لا مو كل واحد مادة غير لكل شخص طريقة أسلوب غير تمام يعني هي تختلف من شخص لشخص حلو ممكن عبد الرحمن من كلمتين جاء طق طق كتب في السبورة كلمتين بس فهم الطلاب كلهم صح ولا لا صح. أحيانا تركز في بعض الحصص هذا مو يعني إنه قصورا في أحد الأساتذة لا كلهم على عين وعلى الرأس كلهم ما قصر والله يبيض وجيههم يعطيهم العافية يكفي 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 أن قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أرأيت أجمل أو أرقى من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا أنا ترى قدام ذهن لا صدق والله بس هذه يعني معلومة مو بس حتى الفواز يعني الجميع اللي تابعنا يعني أحيانا قد تكون المشكلة في بعض المعلمين قد تكون لكن ممكن أيضا أو أنا متأكد أنا من هذا الشيء إن المشكلة أو الجانب الثاني هي تكون في الطالب نفسه في ممكن ما أنصت في ممكن ما أستشعر في نفسه حب المادة اللي جالس يستمع إليها صح ولا لا صح فزي ما قلنا هي تختلف أسلوب التدريس أو أسلوب الشرح من مدرس المدرس طريقة الفهم تختلف أيضا للطلاب يعني مو شرط إن عندي الطلاب كلهم راح يفهمون مني الكلام نفسه صح ولا لا يعني أنا لما أشرح الحين عبد العزيز ممكن خلاص فهم الدرس من عبد العزيز فهم الدرس من أول 5 دقائق جالس بس يكمل معي الحصة وهو فهم القاعدة الأساسية وفهم الموضوع اللي إحنا جالسين نتكلم فيه وفهم كل شيء لكن ممكن عبد الرحمن يخلاني لين اخلص هو منتبه هو جالس يحاول انه ينتبه هو جالس يصد لي وجالس يحاول انه ينتبه لكن اختلفت مده الفهم واختلف الانصات والتركيز بين عبد الرحمن وبين عبد العزيز في وصول المعلومه لعقله تمام طيب نطلع ابغى موقف لا انت اعطيتنا موقف قبل شوي شفت عشان تحمست لكن عبد العزيز احيانا في مواقف تخليك تعصب تطلعك من طورك او تخليك غضبان يعني بشكل عام بسبب ان احد ما انصت لك في موقف صار لك ايه اتذكرت الاستاذ حط لي عريف وقال لي اشرحنا احنا عندنا وش النظام بالمدرسه يحطك طبعا هذه قديمه سالفه مره يحطك عريف ويعطيك درس يعني مو درس كامل لا ربع كذا يقول لك اشرحه واللي ما ينسى تكتب اسمه حلوين انا ما كنت احب اكتب اسامي يعني ما ادري ليش فانا كنت اشرح وكان في 2 في الزاويه يسولون يعني نبهتهم اكثر من مره ما يسكتون كتبت اساميهم يوم جاي استلقى خلاص مسحهم مسحه انقهرت مره انقهرت ليش؟ انقهرت؟ لان انا كان يعني كنت قاعد اتكلم قاعد اشرح اقوى شيء عندي طبعا وذوليك 2 قاعد يضحكون ما لهم يعني نقول عبد العزيز انه ما يعني لا 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 او الغضب اللي شعر فيه وقتها انه بعدم اللامبالاه اللي موجوده كانت من زملائه يعني انهم يعني ما اعطوه الاهتمام المطلوب يعني انا كشخص متحدث ابغى اهتمام من عندك انا اتكلم ابغاك تعطيني اهتمامك تعطيني قلبك وعيونك ومسامعك فهمتوا؟ فهذا يعني هذا خلاصة الموضوع فواز عندك موقف؟ عطيتك موقف لا أبغى موقف خلاك تعصب
انت انه بسبب احد انت كنت مثلا تتكلم ولا صار موضوع شيء عندك حاجه او موقف انك انت تتكلم وبسبب ان الشخص هذا ما انصت اليك وما اصغى اليك انت حسيت وقتها انك زعلت يعني ليش؟ يعني ودي الضوء اي لا لا مو ودك يعني ودي اشكي مثلا كذا انا يوم كنت اتكلم مع واحد كذا اللي يجيك واحد ملقوف يجي يدخل في السالفة يجي يقاطعني ويقعد يتكلم فيها يو يا القهر اللي يجيني ذاك الوقت قال ودي الحين يعني كذا اطلع من الفصل بكبره وبعض الحين يستاذ يعني ما قد اقصد ما قد صار لك موقف يعني وانت تتكلم مع شخص بدون يعني ما حد يطمن عليك او مع اشخاص يعني الحين لما تتكلم مثلا جالس تتكلم الان انت معنا الحين وحن يمكن ما احنا معطينك يعني بال على قولتهم فهمت ممكن انا جالس اسولف مع عبد الرحمن وعزز جالس ينتبه وانت السالفه عندك هل في موقف قد صار لك زي كذا وحسسك بالغضب؟ اي في مجلس كنت اتكلم كلهم على الجوالات ولا حد طلق لي خبر اسولف يعني تقدر تقول مع نفسي اسمع صوت خده يعني هذه يعني هذه آفة يعني تعتبر من آفات الزمن الجديد الجوالات فيها خير وفيها أيضا شر إنها صرفت عننا السوالف في المجالس الأخوة إذا تجمعوا الأصدقاء الأقارب أحيانا في بعض الأحيان خلاص صار كل واحد أحيانا ممكن ينشغل في جواله كثير ما صار يعني يسالف وياخذ نرمي الجوالات ونسولف مع بعض حتى اللي درجة إنك تخبر تقطع بطنك من الضحك من قوة من صح ولا لا؟ اي والله صدق يعني انا اتكلم بشكل بساط احمدي ونروح نلعب كورة ونلعب 15 15 في الحارة يعني كسر اللمبات حقت الجيران ونروح نستأذن منهم ونرجع البيت ويضربنا يعني في الدرس في وشو؟ ندق الجرس تدق الجرس اي تدق الجرس من الحاشر يعني انا ما كنت الله يهديهم الله يهديهم ماني منهم الله يهديهم حتى انا ماني منهم انا ماني منهم طيب حتى انا ماني منهم عبد الرحمن عطنا موقف هي صراحة نفس تقريبا مشابه فواز ايه؟ انا جالس المجلس وذا بس عندي يعني كله خوالي قاعد اسولف بقول لكم قصة عن واحد وقاعد اقول القصة كلهم يقول ايه والله العظيم انه جامد الهدف كيف قصتي كان وقتها بعد مباراة الهلال مدري وش مدري وش قاعد تسوي قاعد تسوي قاعد تسوي فقال لي خالي اخي انت ما ودك تسكت قلت خلص ابشر سكت افجر استند قاعد تسمع سواليفهم اضطريت انك ما تتكلم خلاص ما اتكلم جت لي فوبيا فوبيا من التكلم في المجالس اللي فيها خوالك اللي فيهم خوالك بس يا خوال عبد الرحمن ان شاء الله ننهي الموضوع ان شاء الله طيب هل تصنف نفسك يا عبد العزيز بأنك شخص جيد في الاستماع؟ أنا ما صنف نفسي اللي يشرح لي هو اللي صنفني كيف؟ شوف لا في بعضهم يعني زي أنا أقول لك أنا شخص أنا أتكلم عن نفسي كعلي أنا شخص إذا رحت مثلا مكان مجالس أو مثلا في مجلس ذكر أو أيا كان في أي مكان أروح أحب أني أستمع أكثر من أتكلم أنا أقول لك عن نفسي أنا أحب أستمع أكثر ما أتكلم ليش؟ ما بقول أنا أبغى أسمع منكم بعدين نسمع ليش أبدأ؟ أي أنت تبيني أصنف نفسي ولا أقول لك ليش نستمع؟ أنا أقول أي أنت تصنف نفسك هل أنك مستمع جيد أم منصت؟ في فرق بين المستمع الجيد وفي فرق بين المنصت شوف بعض الأحيان مستمع بعض الأحيان منصت أي. بس أغلب الأوقات منصت يعني لأني أنا أحب أركز بالشيء بس ما أحب أسأل كثير وأتكلم كثير لأن الأسئلة الكثيرة ما راح توصلك المعلومة كويس اللي أعرف هذا لو أنت تركز تخلي الأسئلة مثلا لو كان عندك درس تخلي الأسئلة آخر شيء تكتبها في دفتر مثلا أي سؤال يجي تكتبها في دفتر تخليه تكتبه آخر شيء تسأل اللي ما فهمته كله تسأله كذا راح توصلك المعلومة بشكل مرة كويس والله شكرا كلام منمق وصل لنا المعلومة بشكل بسيط وسلس جدا جدا يا أخي شكرا شكرا فواز صار على مثلا اني كم اقيم نفسي من النصات لا اقيم نصاتي هل تصنف نفسك مستمع جيد ام منصت جيد
مستمع جيد، يعني ما انت منصت بشكل كامل. لا انا قصدي منصت يعني مره حلو، فهمت يعني زين، بس انا يعني ما فهمت. انت فواز دقيقة عشان نفهم السؤال، انا كم مره اقول لكم فهم السؤال نص الاجابه. لا دقيقه، هذا اكبر دي انك ما انت منصت صح ولا لا؟ لا انا منصت معك. لا منصت منصت انا منصت معي ومنصت بجميع حواس سمعي، شوف حتى جالس طالع فيني وكل تركيزه في الاستاذ. اعطيك عيوني مالك اقول كفو. تسلم عيونك الاحراج في خلاص انا اعطيك قلبي. طيب فواز تصنف نفسك مستمع جيد ولا منصت؟ قلنا منصت. منصت. ليش؟ احب اني اسمع الكلام، ما احب اني اسولف كذا، استمتع ما ادري ليه، احب اسمع السواليف كذا. مثلا سواليف يعني مثلا الكبار، خوالك، إيه، امامك، ابوك، إيه، احب والدك. اسمع سواليفهم القديمه وبعضها تكون فبركه. تعرف السواليف ذيك في بعضها تكون الخيال وفي بعضها حقيقيه. إيه، في بعضها حقيقيه، بس حن بحكم ان يعني الجيل الحالي وتطور الحمد لله اللي تشهده دولتنا الله يعزها ويعز قادتنا ويحفظ ولاتنا ويديم على هذا الوطن امنه وامانه واستقراره وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. امين. لما نشوف التطور اللي صاير يعني الحمد لله في هذا البلد من جميع الوسائل، لما يقولون سوالف قديمه نحس اي نحس ان لا صدق انتم كنتوا تسافرون بالجمال مسافات غريبه، تسافرون بالحمير مسافات، تسافرون بالاحصنه مسافات، حنا ناخذها بالسياره بالطياره، الواحد يوصل بالطياره متكسر وهو بالطياره ساعتين. ساعتين بالطياره صح ولا لا؟ يعني لو تابع حلقه من الحلقات ولا تابع على اي شيء ولا ذاكر له خلص وهذاك وصل مدينه ثانيه. تخيل انك في جمل وشباك وكرسي ينسدح وفوق هذا، يتخيل انك في جمل ساقعتك الشمس وماشي لك خمس ايام ست ايام. هذا انا اقوله، هذا اقول صح. احيانا لما نسمع القصص القديمه احيانا العقل ما ممكن ما يصدق يعني او ما يستوعب، فهمت علي؟ لكن هي فعلا اشياء صارت وفي حاجات ممكن حتى ما سمعناها اصلا، حاجات عظيمه جدا ما سمعناها. ختاما مع عبد الرحمن، الصراحه انا احب انصت، هو يعني مثل اذا جلس ابوي وجدي مع بعض وفرش مع السواليف يقولون لي قصه، دائما يكررها لي، بان تدري ان كنا نروح الغابه ونروح لقينا شيء فرو تغطينا فيه، تخيل ايش طلع؟ دب. بالله انت بتصدق ولا لا؟ بصدق. قل صراحه بصدق. ليش يعني فجاه ما يقول لك جاء الاسد كان بياكلنا، حطيت يدي في فكه وابوك يمسك منارة ويتله ويرفع ويسدح ومات. هذه حقيقتها راح نعرفها ان شاء الله بعد الحلقه اليوم. بعد الحلقه. المهم ختاما نرجع ونؤكد، الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإنصات شيء مهم ومهارة مهمة في حياتنا جميعا. نتمنى أعزائي المشاهدين عبر شاشة قناة بداية والمستمعين عبر إذاعة UFM أن إذاعتنا لهذا اليوم حازت على رضاكم واستحسانكم، وكنا معكم الفصل الأزرق، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة اليوم الوطني، بيوت الزعفران عاملين خصومات بتوصل ل 50%، ومش بس كده، دول مقدمين 5 سيارات ليكزس 2024 وكالة وطناقة.